قالوا عنه اهرب فورا عندما تراه، ولمسة واحدة منه قد تكون قاتلة. وصفوه بأنه أخطر من العقارب والثعابين، لكن هل هذا صحيح؟ هل عنكبوت الساعة الرملية حقا بهذه الخطورة؟ في هذا الفيديو سنكشف الحقائق ونتعرف على هذا العنكبوت الصيني الغامض الذي يحمل الاسم العلمي سايكلوكوسميا لاتوسيكوستا. تابعونا لاكتشاف السر وراء هذا العنكبوت الفريد. لنبدأ رحلتنا في عالم هذا العنكبوت الغامض ونعرف كيف يعيش وكيف يتفاعل مع البيئة من حوله، وما إذا كان فعلاً يشكل خطراً على البشر. رحبوا معي بعنكبوت الساعة الرملية، العنكبوت الصيني ذو الشكل الفريد والذي يحمل اسماً علمياً مثيراً، سايكلوكوزميا لاتوسيكوستا. هذا العنكبوت يبني جحوره في الأرض، وعندما يشعر بالخطر يدخل بسرعة إلى الحفرة ويغلقها خلفه باستخدام بطنه. هذه الاستراتيجية تجعل محاولة دخول جحوره مهمة مستحيلة على الأعداء. على عكس ما يوحي به شكله أو اسمه، فإن هذا النوع من العنكبوت ليس قاتلاً كما يعتقد الكثيرون، فهو غير سام وغير عدواني، ومن النادر جداً أن يعض البشر. إذا لدغ هذا النوع من العنكبوت شخصاً، فإن لدغته تكون مؤلمة فقط مثل لدغة الدبور أو النحلة، يتم الاحتفاظ به كشيء نادر لبيعه بأعلى الأسعار، لذا لا تقلق منه ولا تصدق من يقول لك إنه خطر ومميت. في الحقيقة، عنكبوت الساعة الرملية هو أحد العجائب الطبيعية التي تستحق الإعجاب والاحترام.